السلام عليكم مشاهدينا، وأهلا بكم في حوار الساعة اليوم الذي سيكون مع السيد كمال أبو عطا وزير العمل المصري الجديد. السيد كمال أبو عطا هو من وليد حي بولاء الدكرور، ولد في 10 مارس عام 53، تخرج من كلية الآداب قسم الفلسفة وعلم النفس في العام 76 من جامعة القاهرة وكلية الحقوق من جامعة القاهرة، وهو من أحد المناضلين الأوائل في معركة الضرائب العقارية بعد تأسيسه لأول نقابة مستقلة في مصر، اتحاد العمال، النقابة المستقلة للضرائب العقارية، وهو مدير عام مصلحة الضرائب العقارية بالجيزة، وهو قيادي ومؤسسي حزب الكرامة والأمين العام للجنة للدفاع عن سجناء الرأي ومؤسس اللجنة القومية للدفاع عن حقوق العمال والفلاحين. ضيفنا وصفه المفكر الراحل محمد عودة بأنه مؤذن الثورة وهتيف المظاهرات، إنه السياسي والثائر والعمالي وابن الطبقة الكادحة والفلاحة، الوزير الحالي السيد كمال أبو عطا. أهلا وسهلا بك سيد أبو عطا. أهلا بيكي، كل سنة وأمتنا العربية بخير وشعبنا محقق أهدافه من ثوراته في الربيع العربي. كل سنة وإحنا جميعا طيبين، وإحنا بتسترد مصر عافيتها لكي تعود أصلا للقيام بدورها في مصر، ومن ثم بالقيام بدورها في اقليمها في امتها العربيه وايضا في افريقيا وايضا كنواه لحركه التحرر في العالم اجمع. اهلا بكم، كل سنه وانت طيب، ونبارك لكم حكومتكم الجديده، ونتمنى لكم النجاح والتوفيق في مهامكم المقبله التي بالتاكيد لن تكون مهاما عاديه. علي التنويه انك كنت قد رفضت هذه الوزاره في ايام رئاستها احمد شفيق، ورفضت هذه الوزاره، وانت اليوم تقبل الحقيبه الوزاريه برئاسه السيد حازم الببلاوي. هل تعتقد ان الفرصه الان مواتيه لفعلا أن تكون هناك حركة عمالية، خاصة أنك أحد المدافعين عن الحركة العمالية، وأنت أيضا قلت أنك يمكن أن تدافع عنهم الآن في وزارتك؟ نعم، أرى أن الفرصة الآن مواتية، وعلى الرغم من أنها حكومة انتقالية إلا أنها حكومة جاءت مدعومة بأكثر من 30 مليون مصري نزلوا إلى الشوارع يوم 30 يونيو و3 يوليو وأول أمس، حكومة مدعومة بدعم شعبي لم يحدث في التاريخ. فعلى الرغم من أنها حكومة انتقالية إلا أنها وراءها قوة دفع تستطيع بها أن تنجز أهداف ثورتنا التي تأخر كثيرا تحقيقها. ولكنك لم تقبل هذه الحقيبة إلا بعدما اشترطت على رئيس الوزراء أن يطلق سراح قانون الحريات النقابية، ما أهمية هذا القانون؟ أهمية هذا القانون أنه يعيد الاستقرار لعلاقات العمل في مصر. أهمية هذا القانون أنني أرى ويرى معي كثيرين في العالم كله أن بلد خالي من النقابات أو بلد بها نقابات ضعيفة بلد لا يمكن أن تكون فيها ديمقراطية. باب الولوج للديمقراطية في المجتمع هو النقابات، وقبل منها الاتحادات الطلابية، دي المدارس ومفارخ الديمقراطية في أي مجتمع، من غيرها ما يكونش فيه ديمقراطية. أيضا إنها أدوات العدالة الاجتماعية، مطلب الثورة، ولا أقول الثورة المصرية فقط، مطلب الثورة العربية ومطلب الثورة التي تجتاح العالم الآن في أماكن شتى. العدالة الاجتماعية، العدالة الاجتماعية، العدالة الاجتماعية، دي مطالب الثورات ودي محرك الشعوب الأول، واللي يجب أن تكون الحكومات التي تتولى أمور البلاد بعد ثورات أن تهتم بهذا بديلا عن الاهتمام بالحزب والجماعة والعشيرة. لابد أن نهتم بمشاكل أمتنا وشعبنا الذي عانى كثيرا في ظل حكومات استبدادية، في ظل أوضاع استغلال لم نشهدها طيلة تاريخنا. أستاذ أبو عطا، أنت كنت أيضا من أهم الذين يقومون بتحريك هذه الاحتجاجات التي تحدثت عنها، ونعلم أن الثورات خاصة في مصر بدأت بإضراب عمالي كبير سواء في المحلة أو في السويس. هل يمكن اليوم أن نتحدث عن إنهاء الإضراب والاحتجاجات بما أن أحد القادة لها أصبح وزيرا في وزارة العمل بالتحديد؟ لا يمكن الحديث عن إنهاء إضراب وفقط، أو وقف إضراب وفقط، أو تقليل عدد الإضرابات وفقط. لن
تتوقف الإضرابات إلا إذا قدمنا لشعبنا جزء من حقوقه المشروعة في ثروة بلده على طريق تحقيق كافة المطالب. شعبنا ينتظر مننا تقديم بعض الملامح التي تفرق بين هذه الحكومة وبين غيرها من الحكومات التي لم تحقق أهداف الثورة. وعليه فإن نجحنا، وكلمة مبروك لما أحد يوجه لنا كلمة مبروك أنا أقول له أنها مؤجلة لحين نجحنا. اعلموا أن الحكومة التي أسقطناها والرئيس الذي أسقطناه لم نسقطه من فراغ، أسقطناه نتيجة عدم تحقيق مطالب الثورة والاهتمام فقط بمطالب الجماعة ومصالح العشيرة، أسقطناه من أجل هذا. ولو صارت الحكومة التي أشرف بالوجود فيها في ذات الطريق فسيسقطها الشعب المصري، أعلم ذلك جيدا، وأعلم أن في هناك مطالب عاجلة وملحة أعتقد أنها جدول أعمال حكوماتنا هذه، وإن شاء الله سيشعر المصريين بأن هذه الحكومة تعبر عنهم ولا تعبر عن جماعة أو حزب أو تنظيم، بل تعبر عن ثورتنا وعن أهداف ثورتنا في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. يعني أريد أن أتحدث عن علاقة كيف استطعت أن تتعامل مع الأخوان المسلمين الموجودين في وزارتك، ولكن قبل ذلك أنت الآن تتحدث عن المسؤولية الملقاة على الوزارة والحكومة الجديدة وبالتالي مراقبة الشعب لها، ومن ضمن الوعود الذي وعدت بها إعادة العمال المفصولين وإعادة تقريبا 4000 أو أكثر من 4600 مصنع موقف ستعيدها إلى التشغيل، وأيضا تفعيل قانون الحريات النقابية بالنسبة، وأيضا هناك أمر آخر وعدت به وهو فتح سوق العمل للمصريين في الخارج. هذه الوعود، إعادة المفصولين وإعادة المصانع الموقوفة وتوفير سوق عمل في الخارج، هل من السهل أن تقوم بها في هذه المرحلة السياسية والأمنية الدقيقة؟ أنا أرى أن مسام المجتمع المصري والعربي والدولي متفتحة الآن للاستجابة لطلبات الثورة المصرية ولطلبات الشعب المصري، وأنا من خلال هذا البرنامج أوجه النداء إلى كل مخلص في مصر وأمتنا العربية وفي العالم أن يسارع فورا بتقديم العون لهذه الثورة الوليدة التي تبدأ وبعد حوالي 3 سنوات أو ما يقترب من 3 سنوات تبدأ في تقديم تبدأ في تنفيذ أهداف ثورتها متأخرا. أعلم أن هناك مخلصون في العالم أجمع وفي أمتنا العربية وفي مصر طوقون لتقديم العون لبلدنا حتى يتقدم. أنا أشهد قبول واستعداد من أصحاب العمل في مصر لتقديم بعض التنازلات من أجل إعطاء الأمل لدى الشعب المصري. أشعر أيضا بأن إخوتنا وأشقائنا في وطننا العربي يقدمون الآن هذا، وأشعر بأنهم متجاوبون جدا، وفي لقاءات عديدة تتم مع أشقاء لنا مسؤولينا وشعبيينا في وطننا العربي جميعها تؤدي إلى إمكانية دعم هذه الثورة ومساعدتها على نجاح. أنا أناشد من خلال هذا البرنامج الشرفاء في أمتنا العربية أن ننظم معا فتح أسواق العمل للعمالة المصرية في أمتنا العربية. إحنا لا يوجد فروق بيننا، نحن الأقرب إليكم جميعا وأنتم الأقرب إلينا. عاداتنا وتقاليدنا العربية القريبة من بعض ولغتنا أيضا تساعد كثيرا على أن يكون العمالة المصرية هي العمالة رقم واحد في أمتنا العربية. وأنا أدعو إلى وضع تشريعات وتعديل التشريعات الظالمة في بعض الأماكن لكي تسمح باستيعاب العمالة، كما أنادي أشقائي الذين غادرتهم منذ 10 أيام أصدقائي النقابيين في الوطن العربي كامل، وجميعهم أرسلوا إلينا بيانات التأييد والدعم لهذه الثورة جميعهم، مش بس في الوطن العربي على مستوى العالم، حتى في الولايات المتحدة الأمريكية التي تقف موقفا غريبا جدا أستغربه، حتى في الولايات المتحدة النقابات الأمريكية أرسلت تؤيد ثورتنا ومستعدة للتعاون. أنا أناشد النقابيين على امتداد وطننا العربي وعلى امتداد العالم أن يقفوا معنا،
أن يساعدوا العمالة المصرية في أقطارهم وفي دولهم من أجل حل مشاكلهم وحل نزاعات العمل ومن أجل علاقات عمل لائقة للمصريين. أرجو أن يعلم العالم والعالم يعلم، والرسائل التي تأتيني من كافة النقابات والقوى الشعبية في العالم تقول لنا أن ثورتكم ملهمة لشعبنا، أن ثورتكم ملهمة لأمتنا. نعم. أنا بناشدكم هذه الثورة الملهمة لن أيوه. طيب عفوا، ولكن تقريبا انت توجه الحديث الان لدول معينه هي التي التي دعمت مصر في هذه المرحله الانتقاليه، ربما اتحدث عن الكويت والسعوديه والامارات. هل يمكن نتحدث عن سوق عمل المصريين في هذه الدول؟ هل هناك وعود واستثمارات بهذا الشان؟ هناك وعود عديده في امتنا العربيه، واضيف لهم ساحات اخرى زي ليبيا وغيرها. جميعا مستعدون لتقديم يد العون ولتنظيم عملية العمالة المصرية لديهم. جميع النقابيين وكثير من النقابيين أرسلوا إلي أنهم مستعدون لكي يدافعوا عن حقوق العمل المصري، العامل المصري في أقطارهم دون مقابل، مستعدين للقيام بالدور الغائب في الخارج من أجل دعم العمال المصريين. والنقابات ستقوم بدورها في الدفاع عن حقهم في عمل لائق، في الدفاع عن حقهم في أجر عادل، في الدفاع عن علاقات عمل عادلة ولائقة. جميعا مستعدون لهذا، بس في وطننا العربي وأيضا على مستوى العالم. وأنا سعيد بهذا الدعم وهذه المساعدة التي تأتي من جانبا شعبيا كنت أنتمي إليه منذ حوالي 10 أيام قبل أن أقدم استقالتي من التنظيم النقابي الذي نعم الذي أسسته النقاب المستقل. سأعود لموضوع العمل والاستثمارات، وخاصة نحن في وضع اقتصادي، أو مصر في وضع اقتصادي تحتاج فيه للعمل، ولكني سأنتقل إلى نقطة أخرى مؤقتة، خاصة أن معنا الآن الدكتور مجدي قرقر وهو الأمين العام لحزب العمل الجديد الإسلامي، وبالتالي هنا علي أن أطرح أولا كيف يتعامل الوزير الجديد مع الموظفين السابقين الذي كانوا من جماعة الإخوان المسلمين في وزارته. دكتور مجدي، ربما أولا أهلا بك في البرنامج، ولعلك استمعت مداخلة السيد كمال أبو عيطة. أهلا بكم. أهلا بك. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بداية أنا أحيي أخي العزيز المناضل كمال أبو عيطة، كان ودي أن أوجه له تهنئة بمنصبه الوزاري، لكنني للأسف رغم ما بيننا من ود وصداقة وجهاد ونضال في مواجهة مبارك وفي من أجل الحريات النقابية العمالية والمهنية، إلا أنني لا أستطيع أن أوجه له هذه التهنئة بقبوله العمل في حكومة جاءت عن طريق الانقلاب، حكومة مدعومة بقوة الدبابة ويدها مغموسة الآن بالدماء. أخي كمال أبو عيطة، أنا كنت أود دائما أهنئه بمواقعه النقابية التي تأتي بالانتخاب الحر من العمال، أما الوضع الآن فهو وضع صعب. أخي كمال لديه حلم لنصرة العمال وللعدالة الاجتماعية، لكنني أقول له لا تغرق في التفاؤل، أنك للأسف لن تستطيع أن تحقق هذه الأحلام في ظل هذه الحكومة الانقلابية. أنا أضع أمامه مشكلة التي ناضل من أجلها كثيرا، وهي المصانع التي تم خصخصتها والعمال الذين تم تسريحهم، وكان بالقطع يناضل ونناضل معه من أجل إعادة ثور مصر المنهوبة إليها وإعادة العمال مرة أخرى. أخي كمال يتحدث عن أشقائنا في الدول العربية، بعض هذه الدول التي تآمرت لإسقاط الدكتور محمد مرسي. محمد مرسي لم يكن يحكم حكومة للأسف حرا في اختيارها بدرجة كبيرة، محمد مرسي كان يدير دولة مبارك. كمال أبو عيطة أخي العزيز، هل يعلم أن وزير الداخلية شريكه في الحكومة الانقلابية أعاد اليوم ضباط أمن الدولة
إلى مواقعهم بعد أن كانوا قد تقاعدوا. هؤلاء الضباط الذين لفقوا له ولي ولغيرنا من المواطنين في حركة كفاية الكثير من التهم والكثير من الاتهامات قبل 6 إبريل وبعد 6 إبريل من 2003 وبعدها. أنا لازلت أذكر أخي كمال أبو عيطة في ميدان التحرير وهو على يعتلي أكتاف المتظاهرين يوم 20 مارس 2003 تضامنا مع العراق الشقيق. أقول له يا أخي العزيز للأسف الشديد هذه الحكومة حكومة جاءت عن طريق الانقلاب، وكان من الواجب أن نضع أيدينا مع بعضنا البعض لنرشد الأداء بالقطع يعني. أداء الدكتور مرسي كان علينا له ملاحظات كثيرة وعلى نظام الدكتور مرسي، لكن ليس هكذا تؤخذ الأمور. نحن عدنا الآن إلى المربع رقم صفر، لا يوجد لدينا مجلس تشريع منتخب، لا يوجد لدينا حكومة منتخبة، لا يوجد لدينا رئيس منتخب، يوجد لدينا دستور معطل. هذا الوضع لم أكن أتمنى أن أرى فيه أخي العزيز كمال أبو عيطة. صحيح أننا نختلف الآن، لكنني على ثقة أن الأيام ستعود مرة أخرى ليجمعنا النضال مرة ثانية في مواجهة الحلف الصهيوني الأمريكي وفي مواجهة الاستبداد ومواجهة الفساد ومواجهة التبعية. طيب ابقى معنا دكتور مجدي، ربما علي أن أحول هذه النقطة للأستاذ كمال. أستاذ كمال، هناك نقطة مهمة يطرحها الدكتور مجدي، كيف ستشرع هذه القوانين ولا توجد أساسا مؤسسة تشريعية في البلد، وكيف يمكن لك أن تعيد كل هذه الحقوق وأنت تعتمد على مساعدات خارجية خاصة من دول الخليج، أي أن الدخل القومي لمصر لا يسمح لها بإعادة المصانع والعمال المسرحين؟ تفضل. طب يوجد أولا بوجه التحية لأخي مجدي، ربنا يبارك فيك استاذ كمال، ولا 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 انسى ايضا ولا انسى ايضا انه رجل مناضل تشاركنا معا في قضايا عديده في كفايه وفي اللجنه القوميه للدفاع عن سجناء الراي، وتعلم كان اغلبهم من جماعه الاخوان المسلمين ومن الجماعات الجهاديه، كنا ندافع عنهم دون ان نراهم او دون ان يكونوا في مواقع الحكم، وسندناهم بكل ما نملك انا وانت وكثير من الشرفاء بكل الطرق، ورفضنا محاكمتهم العسكرية من قبل وتضامننا معهم، وعندما قامت الثورة لم نجد أي غضاضة أبدا أنا وأنت في التعامل معهم للدرجة التي أوصلتهم إلى هذه المكانة التي تبوؤوها. فقط وعبارة أن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، أرجو أن أنا وأنت بما بيننا من تاريخ مشترك وعلاقات وصداقة أرجو أن نتعاون في حل الأزمة التي يمر بها الوطن الآن ووقف نزيف الدم الذي يسيل. وأحب أشير أخي مجدي، أقسم لك أنني لم أتخلى إطلاقا عما كنا نطالب به سويا من مبادئ، وأقسم لك أنني خيمتي لازالت موجودة في ميدان التحرير وعليها اسمي في وسط الميدان في الصينية، ومستعد أن أعود إليها وأنا موجود في هذه الوزارة وفق اتفاق محدد هو الاستجابة لأهداف الثورة. طيب اعلم يا بالنسبة أخي أن لا لو سمحت لو سمحت أكمل عشان أخي مجدي، أنا حريص أن رسالتي توصل له لعلها تساهم في حل الأزمة الراهنة. اعلم أنني لم أكن أصلا لدي فوبيا من جماعة الإخوان، وأنا يعني أنا تعاونت بالعكس وناصرتهم كثيرا عبر سنوات اللي اشتغلناها سويا في لجنة سجناء الرأي أو في الحركة السياسية بشكل عام. لكن أخي مجدي بمجرد أن تولى الإخوان الحكم وعندما أعطيت للرئيس محمد مرسي صلاحيات لم تعطى لزعيم من قبل حتى ولا لجمال عبد الناصر، كانت في يديه السلطة التنفيذية وسلطة التشريع وكافة السلطات يوما ما كانت في يده استغلت في إيه أو استخدمت في إيه. وأنا واحد كما تعلم من النقابيين المصريين أو كنت منذ 10 أيام، كان استغلت هذه في فرض مزيد من القيود على الحركة النقابية المصرية وإعطاء وسن قوانين تساهم في تكبيل الحركة النقابية المصرية. وأيضا خرج دستور يا أخي وأنت تعلم، خرج دستور يسحب كثير من المكتسبات التاريخية التي حصلنا عليها في الستينات، وما أدراك ما الستينات، نقصت حقوقنا الاقتصادية والاجتماعية، تم الاعتداء على حرياتنا وأعطي للوزير حق طرح وإضافة أسماء للاتحاد
العمال من عندياته، بعيدا عن قواعد التي اؤمن وتؤمن انت بها وانا اعلم انك مخلصا في الايمان بها، بعيدا عن الديمقراطيه اعطيت له صلاحيات، واستغل السيد رئيس الجمهوريه الصلاحيات الممنوحه ليه واصدر تشريعات من اول الاعلان غير الدستوري الذي سحب شرعيته بيده سحب الشرعيه، وبيده ايضا كبل حرياتنا النقابيه، وبيده خرج دستور سحب كثير من حقوقنا الاقتصاديه والاجتماعيه ومن حرياتنا النقابيه، وعاد بنا القهقري لأسوأ من أسوأ ايام مبارك في هذا الدستور. وانا بالمناسبه والله يا مجدي انا لم ادخل الوزاره على دبابه ولم اركب دبابه في حياتي، حتى وانا في الجيش ما كنتش في سلاح المدفعيه، انا كنت في الدفاع الجوي وراصد في غرفه عمليات الدفاع الجوي، ودي كانت وظيفتي في فتره التجنيد اللي قضيتها في خدمه الشرف وخدمه العلم، ولم اركب دبابه في حياتي. انا يعني كنت بركب توك توك، والان يعني ممكن اركب سياره بالعافيه يعني نتيجه الاوضاع الامنيه، انما وانا من راكبي المواصلات العامه كما يعلم كل المشاهدين من 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 مصر بالذات. وانا بطمئنك يا اخي مجدي ان نفس المبادئ اللي ناديت بها على ارصفه الشوارع وفي الميادين وعلى ارصفه مجلس الشعب ومجلس الوزراء لا زلت ارددها، مش برددها دلوقتي، انا كنت مطالب من قبل معك ومع اخرين من شرفاء هذا الوطن ببذل جهد بالضغط من اجل تحقيق نتائج، اما الان انا مطالب بتحقيق نتائج. واطمئن يا اخي مجدي والله انني ملتزم تماما بذات الاهداف التي اجتمعنا عليها والتقينا عليها وعملنا معا من اجلها. اعلم انني 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 لن اتنازل عن مبادئي الاساسيه، اعلم انني وانا ده تاريخي ولن اخونه ابدا. نعم. انا مع عوده العمال المفصولين، مع عوده الشركات المنهوبه، مع تشغيل الشركات المعطله قبل الفاصل، مع رفع الحد الادنى للاجور والمعاشات في مصر، دي مبادئي. واطمئن ابشر يا اخي مجدي ان مجلس الوزراء الحالي الذي لا يحكمه احد غير ضميره ولا يوجد تدخل، لم الحظ يعني لو لاحظت بعد ثوره 25 يناير الذي تشاركنا فيها كان في دور للمجلس العسكري بعد الثوره، الان لا يوجد دور للمجلس العسكري على الحكومة، والحكومة تتصرف حسب إرادتها الحرة المنطلقة فقط من نداءات الميادين، المنطلقة فقط من هتافات الثوار في الميادين واللي سقط من أجلها شهدائنا، والتي تعطلت سنتين ونص ويزيد لم تمكن من تنفيذ أهدافها في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. قبل أيوة. استاذ كمال الان ربما الدكتور مجدي عليه هو يعني او سؤالي كان محدد بالنسبه لما قاله الدكتور مجدي، كيف ستقر القانون في عدم وجود مؤسسه تشريعيه الان بعد ان احل مجلس الشعب؟ اقول انا اعلم الديمقراطية. هل تسمح لي ان اسمع الاجابه بعد الفاصل؟ طيب مشاهدينا نسمع الاجابه بعد الفاصل. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، نحن اليوم في حوار الساعة مع وزير العمل الجديد كمال أبو عيضة، وأيضا معنا من عبر الهاتف من القاهرة الدكتور مجدي قرقر وهو الأمين العام لحزب العمل الإسلامي. وكان السيد الوزير يتحدث على أن هناك كثير من المسؤوليات تقف أمام وزارته، منها إعادة العمال المفصولين وتشغيل المصانع الموقوفة وأيضا إقرار قانون الحقوق أو الحريات النقابية. وكان السؤال كيف سيتم إقرار هذا القانون في عدم وجود مؤسسة تشريعية أو جهة تشريعية بعد أن أحل مجلس الشعب المصري؟ تفضل السيد أبو عيضة. السند الشرعي ليا ولزملائي وللحكومه القائمه، عايز اعمل مقارنه بسيطه، ثوره 25 يناير، ثوره 25 يناير تفضل. نعم لا مش الصوت كويس، انا هتسامع كويس. ثوره 25 يناير وانا ادعي انا وزملائي، مش انا بس، انا وزملائي سواء من قوى الشعب العامل او من الحركة السياسية الوطنية المصرية كنا جنود مجندة فيها. ثورة 25 يناير التي قامت ثورة 25 يناير التي قامت مدعومة شعبيا، جاءت في أعقابها تولى المجلس العسكري أمور البلاد إلى أن تمت الانتخابات.
أنا عايز أفكرك وأفكر نفسي بأن الديمقراطية التي ننشدها جميعا وننادي بها بدايتها الأولى في إسبرتا وأثينا في اليونان كانت الديمقراطية المباشرة، لا وكلاء ولا نوابة عن الأمة وعن الشعب، كان ينزل الناس من تلقاء أنفسهم يطالبون يعزلون ويفوضون ويحكمون ويختارون من تلقاء أنفسهم بشكل مباشر. دي الديمقراطية المباشرة اللي نفذها الشعب المصري في 25 يناير، وكان فيه بالمناسبة ساعتها رئيس برضو وله قدر الشرعية جاء بانتخابات وشفناه أيا كان شكل إدارة الانتخابات. أيضا عندما قامت قوى شعبنا بثورة 30 يناير أو بالموجة الثالثة من الثورة في 30 يونيو، هذه الثورة أزاحت نظام لم يستجب لأهدافها. نحن الشعب المصري مش غاوي، وانت عارف ان احنا حضارة مركزية ومش غاويين كل شوية نقلب رئيس ونجيب رئيس ونخلع رئيس، لكن الناس لما خرجت في الثورة كان ليها أهداف، هذه الأهداف لم تتحقق، بل على العكس تم التراجع عن كثير من الحقوق حتى المكتسبة تاريخيا اللي كنا واخدينها قبل كده. خرج الشعب المصري في شكل طيب. أنا أتحدى أن يكون تم على مدار التاريخ طيب. في أي منطقة بقعة من بقاع العالم تقريبا وصلت الفكرة، ولكن يا أستاذة منى المساندة الشعبية اللي عملها شعبنا العظيم وادهلنا تديني الحق أن أنا زي ما خد الرئيس مرسي يوما ما حق إصدار القوانين وخد سلطات لم تمنح لزعيم ولا قائد ولا رئيس من قبله، أعتقد أن الحكومة القائمة تأخذها، وخاصة يعني بمعنى أن الحكومة هي التي ستصون وتشرع القوانين. من كلف بالرئاسة أحضرته هذه الثورة من أعلى منصة قضاء في مصر، من أعلى منصة المحكمة الدستورية العليا. إذن السيد وزير العمل يقول أنا أثق اسمح أكمل الفكرة. رئيس أعلى منصة قضائية في مصر هو رئيس البلاد. أنا مطمئن لصدور قوانين من رئيس الجمهورية المؤقت الذي رفعه الشعب المصري من فوق أعلى منصة قضاء ليعليه أعلى منصة حكم. أنا مطمئن لأحكامه، وخاصة أن قراراته التي سيصدرها وقوانينه مدعومة ب 30 مليون مصري، وأيضا ستعرض جميعها على البرلمان القادم المنتخب، وللبرلمان القادم المنتخب حق إجازتها أو تعديلها وضحت أو الفكرة. إلغائها. أنني مطمئن تماما. وضحت فكرتك أستاذ كمال. إذن أنت تقول أنت سترفع القانون لرئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية يصدره وثم عندما يكون هناك برلمان البرلمان سيشرعه. وضحت هذه الفكرة القانونية. دعني أنتقل لنقطة أخرى تتعلق بالأمن، خاصة أن السيد كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة بناء على طلب من وزارة الداخلية وحفاظا على حياته وحياة الموظفين قرر إنهاء عقد مدير أمن الوزارة سامح عبد العزيز، كما أنه سرح أو أطاح بعدد من الإخوان الموجودين في مكتبه لدواع أمنية. هنا أوجه السؤال للأستاذ مجدي قرقر، هل تعتقد دكتور مجدي أن هناك خوف من الحكومة القادمة من الإخوان، وأن هناك خوف أمني بالتحديد؟ يعني أنا أظن أن الوضع الآن وضع أسوأ من الوضع في عهد مبارك، وضع أسوأ مما قبل 25 يناير. أمنية. يعني بداية أنا أقول أن أخي كمال لا يحتاج إلى أن يقسم، أنا أصدقه وأعلم نواياه الطيبة، لكنني أقول له أنه يعمل في ظروف صعبة لن تمكنه من تحقيق أحلامه. قضية حق التظاهر، حق التظاهر يجب أن يكون على إطلاقه حتى لو تحققت بعض المطالب. التظاهر والاحتجاج حق يكفله الدستور. كنت مع أخي كمال في مجلس الشعب ورفضنا إصدار قانون للتظاهر، ونحن ضد إصدار قانون للتظاهر الآن وضد إصدار قانون للتظاهر في المستقبل. حق التظاهر وحق الإضراب حق يكفله الدستور. أظن أنه مش هيقدر كده. أنا بقول مثلا أن الصور اللي بترفع الآن في ميادين التحرير والاتحادية صور الفريق السيسي، ليست صور الرئيس المؤقت المعين، بحط 50 خط تحت المعين عدلي منصور.
انا بقول للاستاذ كمال ازاي انك انت تتوقع ان واحد فرد يستطيع ان يصدر القانون يكون بكفاءه مجلس يتكون من 500 فرد، 500 فرد بيحتكوا بكل ابناء الجمهوريه من صعيد مصر الى اقصى الشمال ومن سيناء الى ربما هو اجراء مؤقت دكتور مجدي. نعم. ربما هو اجراء مؤقت لحين انتخاب برلمان جديد. بهذا نحن هذا الاجراء المؤقت كنا على وشك اتمام والانتقال الى حاله الاستقرار بعقد انتخابات وبعد تشكيل البرلمان، اذا كان التمرد بتدعم ان كان لها اغلبيه، اذا كانوا بيدعموا ان في 30 مليون نزلوا الشوارع كان ممكن يحصلوا على الاغلبيه، كان ممكن يشكلوا حكومه، كان ممكن يبقى لهم رئيس حكومه له نفس الصلاحيات لو هناك انتخابات مبكره، صلاحيات الدكتور مرسي، كان ممكن يسالوا الدكتور مرسي ويسحبوا الثقه منه. انا عايز بس انتهز الفرصه بوجود اخي كمال واوجه دعوه طيبه ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض الان، هذا هو الذي المتاح امامنا الان لوقف نزيف الدم. كيف؟ اما اذا تحدث عن الانتخابات، انا لا اثق في انتخابات هذه الحكومه الانتقاليه التي جاءت عن طريق الانقلابات. السيسي اللي زور شريط فيديو وحط كوموفلاج وقاده من وراه، كيف اثق فيه انه يجري انتخابات نزيهه؟ اللي بيدعوا ان المعتصمين قتلوا انفسهم، كيف نثق في انتخابات نزيهه؟ هو يعرف مين هو ابو العيله ماضي وعصام سلطان اللي تم القبض عليهم بالامس؟ القضيه ليست في المناخ صندوق الانتخاب، بل المناخ الذي يحيط بصندوق الانتخاب. هل هذا المناخ يتحقق في ظل الانقلاب العسكري؟ انا سؤال مهم. هو بيقول موجه من الثوره، وانا بقول انها انقلاب. ممكن ان تختلف هذه الرؤى، لكن بالقطع الايام القادمه ستثبت. وانا على ثقه ان الاخ كمال لو وجد ان المركب لا يسير في الاتجاه الصحيح سيترك هذا المركب. طيب. انت طرحت نقاط مهمه تتعلق بالوضع الامني بشكل عام، هنا علي ان اسال او نعيد السؤال، هل تعتقد ان الوضع الامني لن يمكن الحكومه من اداء مهامها؟ هل نتوقع وهذا الخوف الموجود من الحكومه التي تحاول قدر الامكان ان يعني ان تبتعد عن الاخوان او تقلل عدد ونسبه الاخوان الموجودين في الوزارات، هل نتوقع ان تحدث حوادث امنيه في هذه الحكومات، اغتيالات مثلا او ما شابه؟ الوضع الان للاسف الشديد هناك لدد في الخصومه. انا قلت ان مرسي كان بيحكم حكومه مبارك. انا لا ابرر للدكتور مرسي، بعض الوزراء الاخوان اللي كانوا موجودين استعانوا ب10 ولا 15 مستشار ليهم لما لقوا ان الناس دول لا يمكنهم الثقه بيهم لانهم بيرجعوا للعهد البائد. صحيح. وزي ما جاء اخونا كمال وابعد عدل هؤلاء وعين من يثق فيه، ده وضع طبيعي، لكن هذا لا يعني اخوانة الدوله ولكن او اكملت اكملت وزاره العمل نتيجه ان هو بيختار الفريق الذي يستطيع أن يتعاون معه. ولكن طلب وزارة الداخلية، طلب وزارة الداخلية كان محدد، كان يطلب من الوزير إبعاد هؤلاء للحفاظ على حياته وحياة الموظفين، وليس فقط إجراء سياسي روتيني يقوم به كل وزير. اتهامات باطلة تماما، وحركة الإخوان المسلمين يمكن أن نصفها بسوء الأداء وبتردي الأداء وعدم وجود الرؤية الاستراتيجية، لكننا بالقطع لا يمكن أن نصفها بالإرهاب إلا باتهامات موثقة وحقيقية، وهو ما تفقده المصادر الأمنية. نحن الآن في تلفيق للاتهامات واتهامات بالتخابر، فكلام كوميدي. نعم. إن أبو العيلة ماضي وعصام سلطان بيتخابروا مع أمريكا، وإن محمد مرسي بيتخابر مع حماس. يعني اذا هنقيل الاتهامات، وانا اقول بقى ان دول كانوا بيتخابروا مع الكويت. يا سيدتي الفاضله رئيس الوزراء السابق الدكتور هشام قنديل بكى في يوم من الايام لان احدى دول الخليج رفضت ان تبعث له بمركب البترول الا بعد سداد كامل الديون التي على مصر. وفي النهايه قالوا له، ارسلوا له تهديدا، سنرسل لك المركب لكنك لن تأخذ هذا أي مركب بعد هذا إلا طيب. بعد أن تسدد كامل الديون. الآن أغدقت الأموال الخليج. نعم. لأن دي كانت مؤامرة لي يعني أشكرك. لأن الناس البسطاء تتضاعف مشاكلهم الحياتية. فكرتك دكتور مجدي. زي أزمة البنزين تفاقمت والسولار والكهرباء
وبقدرة قادر بعد 30 يونيو حلت كل هذه المشاكل. أنا أظن أنه هو يعني لديه القدرة ولديه البعد أنه يعرف يحلل هذه الأبعاد. يجب أن غضبنا من الإخوان المسلمين لا يعمينا عن معرفة الحقيقة. طيب. وعن التواصل بالحقيقة وعلى أن نقول الحق. يجب أن نقول للباطل أنت باطل وللانقلاب أنت انقلاب وهكذا. دكتور مجدي قرقر الأمين العام حزب العمل الجديد الإسلامي، شكرا لك، كنت معنا من القاهرة ووضحت وجهة نظر. ربما علينا مرة أخرى أن نعود للسيد وزير العمل الدكتور كمال أبو عطا. سيد وزير العمل، ربما هناك أشياء كثيرة عليك أن ترد، ولكن هناك أشياء أيضا أريد أن أسأل عنها قبل أن تقريبا الوقت داهمنا لانتهاء الحلقة. أنت حددت حد أدنى للأجور 1800 جنيه للفرد، هل يمكن أن يتحقق هذا تحت زقف زمني معين، نتحدث عن الفترة الانتقالية، أم أنك تتحدث عن المستقبل البعيد؟ طب صلاحي بس، أنا لست دكتور. أتفضل يا أستاذ. لم أحصل على الدكتور. هذه الدرجة العلمية، لست دكتور، أنا عمالي ونقيب سياسي. انني احد العاملين ان شاء الله الوقت يتسع في العمر يعني، وادرس الدكتوراه والماجستير قبلها طبعا، لكن انا مش دكتور. عايز اقول حاجه لاخي العزيز والصديق، واللي ارجو ان ما يحدث لا 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 يلغي ما بيننا من ود. انا عايز اقول هو وجه رساله سلام تقريبا، وقد طلب منكم ان تقفوا معا لوقف نزيف الدم. اولا انا وقف نزيف الدم دي مساله مطروحه على كل شريف في هذا الوطن، والدماء التي تسيل الان من اي جانب، من 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 اخواني او من عسكري او من ضابط، دي دماء مصريه مصري. يجب حقنها، ويجب محاكمه المسؤول عنها، المسؤول عن اساله هذه الدماء. عايز اقول حاجه مهمه جدا، حق التظاهر عندما ارادوا في البرلمان حظره، انا قلت ساعتها انتم تريدون لزملائي يعني، أنتم تريدون حرق المراكب التي أتت بكم إلى الحكم. التظاهر والإضراب الذي قام به الشعب المصري حولنا، وأنا ممن حوله، من قوائم الاعتقال إلى قوائم النواب، ثم لبعضنا إلى قوائم الحكام. من يريد حرق منع التظاهر يريد حرق المراكب التي أتت بنا. أنتم وقلنا عبارة السلم، أنتم صعدتم على سلم إلى هذا المكان وتقذفون بالسلم بأرجلكم حتى لا يصعد عليه أحد غيركم. أنا سأظل ما حييت مدافعا عن حق الإضراب والتظاهر، ولكن بس حق الإضراب والتظاهر يمكن أن يعرقل العمل وعجلة الإنتاج. أي إضراب هذا يمكن أن يؤثر على مهامكم أي إضراب وأي تظاهر. أولا السلميين، أنا أنبه ألا يوقف ذلك عجلة الإنتاج؟ طب انا هخلص ديت بس وهتكلم عن عجله الانتاج اللي لم يبقى لدي الوقت بيها ديت. انا بسرعه، انا بعتبر ان ادخال السلاح على الاضراب والاعتصام السلمي اللي تاريخيا في مصر وفي العالم كله لا يستخدم السلاح، دي مساله يجب ان تكون على المستوى التاريخي، لما يجي حد بعد كده يكتب ستكون هناك ادانه لمن ادخل قطعه سلاح لاي اضراب، لان ده يفسد علينا ويفسد على القوى السياسيه ويفسد على الطبقه العامله وقوى شعبنا العامل سلاح الاضراب الذي ادخلوا عليه السلاح. انا بطالب الان بتجريد الاضرابات من اسلحتها. يجب ان نكون امناء مع انفسنا، لا يمكن ان ارفع شعار مكتوب عليه سلميه وانا مخبي تحت المنصه مدافع، ده كلام لا يصلح. والصور اللي بنشوفها والعالم كله بيشوفها ضرب ناس، فين بقى اضراب سلمي اللي رافع سلاح؟ انا للاسف الشديد لا استطيع ان اقف الان لاتضامن مع زملائي ولمنع الدم السائل في مكان يوجد فيه سلاح. انا حيث يوجد سلاح لا يوجد شريف، لا يوجد مناضل. طب وصلت هذه الفكره تقريبا، انت اغنيت هذه الفكره دكتور كمال حتى نستفيد من بقيه تقريبا اقل من دقيقه. كيف يمكن لنا ان نتحدث الان عن هذا الحماس العمالي الموجود لدى هذا الوزير القادم من الطبقه الكادحه، وهناك ايضا اضراب وهناك مظاهرات وهناك وضع امني، كيف يمكن لك ان تحقق مطالب العمال؟ هذا هو سؤالي الاخير، تفضل. انا تعلمت في مدرسه النقابات ان الاضراب الناجح هو الإضراب الذي لا يتم، بمعنى أن الإضراب يحقق نتائجه قبل أن يبدأ. أنا وزملائي في الوزارة الآن عاكفين على دراسة مشاكل قوى الشعب العامل في كافة مواقع العمل والإنتاج،
وحل المشاكل من جذورها من البداية. يعني ستسمح للناس بالتظاهر، الحكومة القادمة ستسمح للناس بالتظاهر؟ طب لا لا، ولا يستطيع كائنا من كان أن يجرم أو يحرم حق الإضراب السلمي. هل هناك خوف السلمي أخيرا بنعم أو لا؟ هل تخافون من الاستعمار الإنجليزي؟ هل هناك خوف أمني؟ هل هناك خوف أمني من الإخوان أن يتم اغتيالات أو ما شابه؟ ما فيش خوف أمني في استخدام السلاح، دي مسألة محظورة. طيب. أنا بدعو كل من بيده الأمر للتدخل لنزع سلاح الإضرابات، الاعتصامات، الاعتصامات لا تكون بالسلاح. قصة ثورتنا شكرا لك، شكرا لك 25 يناير ونجاحها بسلميتها وليس شكراً باستخدام شكراً السلاح ضد مواطنين مصر. السلاح لا يستخدم إلا ضد عدو. السلاح المصري لا يستخدم إلا ضد عدو. السيد كمال أبو عيطة ضد الشعب المصري يؤكد أن السلاح لا يجب أن يستخدم إلا ضد عدو. النقابي ووزير العمل الجديد في حكومة الدكتور حازم الببلاوي كان معنا في حوار الساعة، نشكره ونشكر أيضا الدكتور مجدي قرقر الذي كان معنا من القاهرة. مشاهدي الكرام، شكرا لمتابعتكم لهذه الحلقة من حوار الساعة، وإلى اللقاء.